أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. بحب أشجعكم أنه بكرة في 20 أيار مايو رح يكون البث المباشر، وحلقتنا بكرة رح تكون حلقة كتير مهمة عن الكورونا أو عن الوباء بشكل عام. الوباء في الكتاب المقدس في العهد القديم أو في العهد الجديد، ماذا يقول الكتاب المقدس عن الوباء؟ وهل الوباء هو قضاء إلهي أم أحيانا ضربة شيطانية إنه الرب بيسمح فيها؟ ما هو قولك عن هذا الموضوع؟ هل سينتهي هذا المرض؟ وكيف نتحرر من الوباء؟ أنا بدعوك إنك تشاركنا على صفحتنا، وإذا عندك أي تعليق أو أي مداخلة من فضلك اكتب لنا. منشوفك بكرة في البث المباشر.